امشي ماشيين اهو. مين دول يا شافع؟ هما هيعملوا فينا ايه يا شافع؟ طب مودينا على فين يا شافع؟ ما قطع شافع تشريفا. بتقول حاجه لاختك؟ قول ايه؟ شايفني كل يوم بتخطف؟ يلا مشينا اهو يا عم. تقول المدام تهدى وما تخافش، محدش فينا هيلمس لكم شعرك. المهم ندخل البيت بالراحة من غير كتر كلام. محدش هيلمس لك شعرك. حركوا. قلت ايه؟ من غير كلام. من غير كلام. حاضر يا اخويا. حاضر. اطلع وجبة. اطلع وجبة. يلا يا اخوانا. خفيشة تحية جمال بمرة. خشوا بسرعة. حاضر يا عم. حاضر علينا معانا عيال. يلا. يلا رجال. بسرعة. هم شوية. يعني ايه؟ احنا في غابه عشان يخطفونا وياخدونا رهائن؟ ما تضايقش نفسك يا استاذ، المساله سهله خالص وهتخلص بسرعه. مجرد السيد المحافظ ما ياخد خبر باللي حصل، تاني يوم على طول هينفذ لهم اللي هم عايزينه وهيمشونه على طول. يا سلام، هو كل واحد المايه تتقطع عندي يومين، يطلع يقطع الطريق وياخدوا الناس رهائن، دي نبقى خربت. لو انت ما تعرفش انها خربت يا شافع. معلش معلش، الظهر الموقف جديد عليه شويه. هو الموقف قديم بالنسبة لك؟ دي تالت مرة لينا. مش فاهم وجهة نظرك. أصل أول مرة خطفونا خدونا يوم وليلة لحد ما استلموا القرار ببناء الكوبري العلوي، المسألة كانت سهلة شويتين، لكن تاني مرة بقى كانت طويلة حبتين. كانت من سنة وشوية، يوميها الأهالي قطعوا الطريق علشان يدخلوا الكهرباء، كنا حوالي 30 أسرة. هم صحيح ضايقونا أول أسبوع، لكن بعد كده شالونا فوق الارض شيل. بس ما اعتقدش المره دي تطول اكتر من اسبوع. الشبكه موجوده، مفيش بس غير الميه هي المقطوعه. انتوا ليه محسسيني ان انتوا بتمشوا على الطريق ده بالذات عشان تتخطفوا؟ لا لا لا، المساله مساله صدفه. اصل احنا لازم نعدي على الطريق ده مرتين في الاسبوع، بما اننا مقيمين في دمياط وبنتي عايشه ومتجوزه في اسكندريه، فلازم نروح خميس وجمعه. في الازاريطه. ازاريطه ايه وليله ايه؟ عيب كده يا شافع، ما يصحش. معلش، هو أعصابه تعبانة شوية، بس إن شاء الله المرة اللي جاية هتبقى أعصابه أهدى. هو الأستاذ ماله متضايق كده ليه؟ قول له الحكاية بسيطة جدا، أبسط مما تتخيل. صدقني يا أستاذ، كلها كام ساعة والصبح يطلع، هشوف أجمل منظر ممكن تشوفه في حياتك كلها، وكمان عشان تعرف إن ربنا ما يحملش حاجة وحشة أبدا. سكت الناس دي يا شافع، عشان أنا خلاص بجد بقى هتنقط. معلش، أختي أعصابها تعبانة شوية، بس إن شاء الله الأهالي لما يجوا يركبوا الغاز المرة اللي جاية أعصابها تبقى هديت. مين دول؟ أنت بتهزر يا محمود؟ ده بدل ما تخرج بره تخوفهم وتقول لهم إن أنت لسه خارج من أمن الدولة وفي ضباط بتدور عليك؟ ده على أساس إنها ميزة. يا جدع، مش يمكن يخافوا ويمشونا؟ مهما كانوا في وقت يعملوا حساب لأمن الدولة. جوز أختي أهبل. لكن ما قلتليش يا أستاذ، هم أمن الدولة بيدوروا عليك ليه؟ لا بسيطة، اتهموني في قتل الرئيس. صدقني خير ما عملت، بس انا قبل ما اطلع من دمياط انا شايفه في النشره. نصيبه بقى. محمود، مش هيقطع عليها نهار الا واحنا مذبوحين. ما تخافوش يا اولاد، ابوكم معاكم. لا يا استاذ ما تخافش، الناس هنا ما بتاذيش حد، ما تعملش حاجه وحشه ابدا، كل هدفهم ان هم يعملوا معاكم الواجب. بص يا حاج المقدس سامي شفيق. بص يا مقدس، انا معجب قوي بنظرتك المتفائله دي للحياه. مرسي ليك قوي يا حبيبي، بس المسألة مسألة خبرة. الحياة دي مش عايزك تاخدها على صدرك، طريق الحياة لازم تمشيه، ما توقفش قصادها لأحسن تدوسك. عديها تعدي. الله، شايف الحكمة؟ سامعين الحكم؟ عديها هتعدي. مشكلتي بقى إن كنت طول عمري أقفلها وأتصدر لها، تقوم قطماني، غبي بقى. هي المدام ليه على طول مبتسمة كده؟ لا ده عيب خلقي، بس ابتسامتها جميلة. هم أخروا الأكل المرة دي ليه؟ هو الأكل هنا كمان بمواعيد؟ دايماً يجي في رينجي ساعة من بعد الاختطاف. شافع، سكتهم عشان أنا هتنقط واتشل. معلش، بكرة تتعود. بقولك يا مقدس، هو الواحد ممكن يروح الحمام هنا في رينجي قد إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله، إيه؟ إيه؟ في إيه؟ خير يا رب، كابوس، كابوس فظيع قوي.
خير؟ استنى عليا بس. استني انت رايحه فين؟ هروح الحمام واتف على ايدي الشمال عشان اعرف احكي. يا ولية سيبك من التخاريف دي، طالما استعذت بالله من الشيطان يبقى احكوا خلصيني. هو حلم وحش يعني؟ مش عارفه، مش عارفه يا اخويا اذا كان وحش ولا لا. خلاص يبقى ملوش لازمه مشوار الحمام ده، احكي اعملي معروف وخلصيني، ورايا شغل الصبح. خير يا رب، اللهم اجعله خير. حلمت ان الواد محمود ابني حبيب قلبي واقف كده هو في وسط الميه. ايه اعوذ بالله، بيغرق؟ فلا الله ولا فائلك. لا، الغريب ان هو واقف والميه محوطاه من كل جهه، بس هو مش مبلول خالص. يعني واقف فوق جزيره يعني؟ مش عارفه، مش عارفه اذا كان تحتيه جزيره ولا لا. اللهم اجرني في مصيبتي يا ولية. يعني مصحياني من النوم في عز الليل وانت مش متاكده اذا كان ابنك واقف فوق جزيره ولا لا؟ اقول لك نامي وبحقق كويس، ولا اقول لك تاخدي نضاره القرايه بتاعت تلبسيها عشان تحققي كويس وانت نايمه؟ يا اخي انت ايه، قلبك حجر؟ ما انت ما شاء الله بتحط راسك على المخده تتقلب للصبح. يعني بتعايريني علشان راجل عامل شقيان طول النهار ورا المكن وانت واحده ست قاعده في بيتك مرتاحه؟ ربنا يقويك يا اخويا، بس يا ريت تديني شويه جمدان قلب من اللي عندك دول. ده انت كل ما حد يسافر من عيالك ولا بنت تتجوز من البنات بحس انها ولا فارقه معاك. احنا الظاهر هنعملها ندوه واحنا على وش الفجر. شوفي يا ستي، ده من كرم ربنا علينا علشان البيت ده ما يتخربش. انا هنام واحط راسي على المخده وهشخر، وعلشان ما تتضايقيش مني اطفي النور وقومي صلي ركعتين وادعي لابنك واطمني. طالما انت شايفاه واقف ناشف مش مبلول يبقى اكيد واقف على جزيره. أيوة. حتى لو ما كنتيش شايفاه اطفي النور. خير يا رب، اللهم اجعله خير. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. خير يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. مكانك يا باشمهندس. صباح الفل يا عم الحاج. ما تخافش، انا بس كنت هتمشى شويه في المكان، بعدين ههرب اروح فين يعني في الطل ده؟ معلش برضك ارجع مكانك يا باشمهندس. ماشي يا عم الحاج، ماشي، بس نزل البتاع ده. بقول لك ايه، هو انتوا بلغتوا المحافظ ولا لسه؟ واقف عندك بترغي مع مين على الصبح يا جدع انت؟ يا حبيبي يا شافع، صباح الفل يا شفاعتي. شفت المنظر؟ منظر هيخطفك اكتر ما انت مخطوف. منظر ايه يا هباب؟ ايه دي زريبه. تعال محمود. تعال محمود، ما نقول كده. قطع وجبه، تعالى. ايه؟ انت مش داري باللي حصل بسببك؟ بسبب انا؟ وانا مالي؟ يعني انت مالك؟ هو لما نزلت من بورسعيد كان عشان مين؟ ولما رجعت في نص الليالي برضه كان عشان مين؟ ده على اساس ان انت لو كنت سافرت بالنهار كنت عديت، انت مش شايف كم من الملايات اللي جوه؟ وبعدين احنا فيها يا شافع، لو متضايق قوي ارجع تاني. ماشي. هو ايه اللي ماشي؟ ما تصطبح على الصبح يا شافع، وده وقت الكلام ده برضه؟ وبعدين محمود ذنبه ايه؟ هو كان يعرف ان هيحصل لنا كده؟ صباح الخير يا قطع. بلا قطح بلا نيل، انت في ايه ولا في ايه؟ ما تشوف لنا تصريفه في الورطه اللي احنا فيها دي. انت واقف ترغي معانا يا شافع؟ فعلا روح شوف لنا تصريفه في الورطه اللي احنا فيها دي. ماشي، يعني اعمل ايه يا تحيه؟ هو ايه اللي تعمل ايه؟ روح اتكلم معاهم. هو انت مش ابن سوق؟ لا انا مش ابن سوق، انا هنا ابن فرخه. بلا نيل، طب روح حتى اديهم اي حاجه يمكن يسيبونا نغور من هنا. يعني ايه؟ يعني اروح ابني لهم محطه ميه عشان يسيبونا يا جدعان؟ الله، ما تبني لهم يا شافع، انت مش بتقول انك في بورسعيد حاجه كبيره قوي، ايه يعني لما تبني لهم محطه ميه؟ ماشي. تاني ما
ماشي. اقول لك حاجه، سيبك من كلام محمود يا راجل، ادينا قاعدين اهو بنغير جو. تروح ليه ولا تيجي ليه؟ خليه كده لما عيالك يموتوا في ايدك يطنقتوا من اللي انت بتعمله والبرود اللي انت فيه. العيال من امبارح يا حبه عيني بيعيطوا. على فكره بقى، تحية بتتكلم صح. امبارح وانتوا نايمين انا صحيت بالليل، كانت الاضاءه ضعيفه شويه، شفت عيالك ودمعتهم على خدهم. ماشي، شفت شفت اخويا بيقول ايه. حرام عليك بقى اتصرف. وبعدين هقول لك حاجه، انا الناس اللي جوه دي لو صحيوا دلوقتي وطلبوا فطار انا هتشل. على فكره يا جماعه، هنا بيعملوا فطير مشلتت وعسل وجبنه قديمه، تاكلوا صوابعكم وراها. الله يخليك، ما لاقيش حته مش قديمه. انا اتشلت. يلا يا شافع، اختي اتشلت. ماشي، 500,000 جنيه فقط لا غير، وادي توقيعها. ها يا باشا، متشكرين والله، بس عدم المؤاخذه احنا ما طلبناش من سعادتك حاجه، احنا مش عايزين غير حقنا من الحكومه وبس. يا جدعان، وانا قلت لكم تنزلوا عن حقكم؟ ده تبرع بسيط مني، عشان انا مؤمن بقضيتكم، واقف معاكم في مطالبكم، وده واجب كل رجل اعمال في البلد. امال ايه يا جدعان؟ يعني احنا هناخد ونكوش على الفلوس وخلاص؟ غريبه يعني سعادتك، شكلك يعني ما يديش انك غني قوي بالشكل ده. ما تاخذنيش، عربيتك شكلها مبهدل وموديلها تعبان. تصدق مع انه جوز اختي كنت هموت واساله السؤال ده. انا اول مره اعرف انه غني قوي كده النهارده. نسيبي محمود. ماشي، صدق وامنه. طيب انا في مقدرتي اركب اغلى عربيه فيك يا بلد، بس ده مش اسلوبي. ما احبش المنظره، ما احبش اصرف يمين وشمال واعمل فيها فييس. لا، انا اخدم مجتمع اللي خيره عليا. بس احنا عدم المؤاخذه نخاف يقولوا ان احنا خدنا منك الفلوس دي بالغصب. احنا مش حراميه، احنا اصحاب حق. صدقوا انه بالله يا جدعان. الله، في حد يقدر يقول كلمه زي دي؟ وعلى العموم عشان اريحكم، احنا نكتب اقرار ورق. انا ماشي بورقي اهو، ادي الورقه اهي. انا هكتب لكم اقرار انني لم يصبني اي مكروه او اذى ايا كان من ساعه ما اتخطفت، ماشي؟ واكتب لكم عنواني واسمي، خلاص؟ ده احنا واكلين عيش وملح مع بعض، وعنوانها هيبقى هنا. تنوروني وتشرفوني في اي وقت، ممكن يبقى في بيننا بيزنس. ده انتوا هنا قاعدين على منجم ذهب. احنا لو عندنا حكومه ذكيه بصحيح كانت عملت هنا استثمارات بالعبيط، لكن اقول ايه؟ غباوه غباوه. معلش يا جدعان، انا هكتب الاقرار كده في السريع علشان عندي جلسه في المحكمه ولازم امشي. لولا ان انا عندي جلسه ما كنت سبتكم. انتوا ناس ولاد حلال، والواحد عشرتكم ما تهونش عليه، مش كده يا محمود؟ ها؟ ايوه متر، هو فعلا عنده جلسه متاخر عليها، وانا يا دوبك الحق العمال في الموقع. متشكرين يا رجاله. اتفضل. بالاذن يا رجاله. السلام يا شافع دي، والله قعدتك حلوه ما تشبع منها يا راجل. والله انا حزين اني سايبكم. هاني عمامه تودهم يا حبيبي. يبقى جيب اخواتك يا هاني وتعال العبوا. ما كنت سمعت كلامي يا مقدس وخدت المدام وجيت معانا قبل الامن المركزي ما يوصل وتبتدي المعركه. لا احسن، المدام بتحب تاكل هنا اهوت. بيني وبينك، هنا بيعملوا طاجن باميه باللحمه الضاني تاكل صوابعك وراه. يعني تمشوا كده من غير ما تاخدوا واجبكم. يلا يا محمود هتشال. مع السلامه يا مقدس، خد بالك من نفسك. الف سلامه، نتقابل الخطفه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. في ايه؟ عاوز ايه يا اخينا؟ انا بعد اذن سعادتك يا باشا جاي اسلم نفسي. نعم يا اخويا. بس انا هقول لسعادتك، انا قلت بدل ما تيجوا وتتعبوا نفسكم وتقبضوا عليا وتاخدوا امي ترموها في البوكس وتعروا رجليها، وامي ما بتحبش حد يعري رجليها اساسا، قلت اجي اسلم نفسي. ليه؟ هو انت عملت ايه اصلا؟ ما عرفتش اختار صحابي يا باشا. نعم يا اخويا. ايوه، انا ما عرفتش اختار صحابي. ابوس ايدك يا باشا اقبض عليا، انا القلق هيقتلني من ليله امبارح. خليك واقف هنا، اوعى تتحرك. قول لابن الهطله ده يمشي من هنا بدل ما البسه قضيه ازعاج سلطان. هي ناقصه امه؟ مش لما نساله الاول يا فندم اذا كان يعرف طريق صاحبه محمود ولا لا؟ بيقول لك عايز يتبرأ منه في محضر رسمي، جرايه قط. وبعدين مين قال لك ان انا عايز اعرف اساسا الواد ده راح فين؟ يعني مش كفايه يا فندم اللي اخوه قاله في البرنامج؟ وايه يعني؟ هبهب شويه. انا فعلا كنت قلقان وقعدت ابص في الموبايل طول الليل، بس ما جاتليش حتى رساله تقول لي عملت كده ليه؟ وهديك شايف النهارده اهو ما حصلش حاجه. ولو حصل
ولا لا بعمله ده بعمله ليه؟ مش عشان امن الرئيس؟ امن البلد؟ المهم ان الواد ده اتشال من فوق دماغي، اي حد تاني